شرب الدخان. هل يوجد من يشرب دخان؟ هل يوجد من يشرب دخان؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لا 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 نريد أحد. لا لا. لماذا تشرب الدخان؟ هل الدخان عندما تشرب تأتي إليك الملائكة أو الشياطين؟ شياطين، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والمسلم طيب الرائحة، فماذا تصنع؟ الآن رمضان فرصة تقلع عن التدخين. أدعو الله، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا يا رب، قل آمين. نعم، يدعو الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن لو يأخذ واحد نقود ويحرقها بالنار، إيش نقول عنه؟ إيش نقول عنه؟ نقول هذا السفيه، هذا لا يحسن التصرف في ماله. نأخذ منه النقود، نأخذ منه النقود. الذي يشرب دخان لماذا يدفع مال يشتري دخان؟ لا، يأتي إلى هذا، هذا عنده موتور، يشغل هذا موتور، وهذا يأخذ هذا مصاص، تعرف حق مثل سنتوب المصاص هذا للعصير، ويجلس تحت هذا عاد الشكمان ويسحب مجانا. دخان مجانا هذا. الآن لو خرجنا من المسجد هنا وجدنا إنسان يسحب من الشكمان سيارة ولا هذا موتور، إيش نقول عنه؟ نقول عنه مجنون. طيب كم واحد الآن يسحب دخان هذا مجاني؟ لكن لا تضحك على من يشرب دخان، ساعده، تعال نتعاون، فهمت؟ أنت قوي؟ لا، تقول أنا ضعيف. أنا أقول اللهم عني على ترك الدخان. يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. أصدقاء مشكلة، لأن أصدقاء حولك إذا يشرب دخان لازم أنت تشرب دخان.